طيب يا جماعة، النهاردة هنلعب قبلها بتروبلوكس بناء على طلبكم، لأن أنا عملت منتدى و100% كان تقريبا روبلوكس، كانوا عايزين روبلوكس، فهننزل على لعبة روبلوكس وأقول لكم إيه سكني وأقول لكم إيه اللي هنلعبها دي وبتبقى فكرتها إيه وكده. طيب أول حاجة كده يا جماعة، إيه بدأ إن هو يختار ماب، السيرفر هو اللي بيختار ماب، وأنت عشان تختار ماب لازم تصرف 6 روبوكس، بس مش مستاهل هنلعب في أي واحدة. يعني هو دلوقتي بيختار الإيد او بيختار يعني الوحش، ات ده اللي هو جاي من فيلم بيني وايز ده، بس ما اعرفش بقى، يمكن احط مثلا حته منه يمكن عليه كوبي رايت، ما اعرفش، بس هو جاي من فيلم كده يعني، اتمنى تكونوا عارفين فيلم مهرج كده بيجري ورا عيل ويمسكهم، بس ليه هو اتعملت كده في سبيل اللي هو الفكاهه وسابوا لك بيني وايز وخلوها لعبه خلاويص. طبعا انا ناس كاني حاطط عليه بطاطسايه اهو، عشان يعني ايه وكانه عمرو بطاطس وحاجات زي كده يعني. والشخصية بتاعتي قطة يعني زي بوب كات. طيب المفروض ان انت بقى بتشوف ايه، بتعمل سبكتيت ات، سبكتيت ات ده بيوريك الات ده فين، وانت لما تستخبى بتشوف هو فين عشان برضو ايه تغير مكانك، بس هو مش من مصلحته ان هو يعمل سبكتيت مثلا على الهايدر عشان يعرف هما فين، هو انت بس تعمل سبكتيت عليه عشان تستخبى منه، ودي ميزه برضو ايه حلوه يعني، عشان في الاتات اللي ما بيعرفوش يمسكوا حد فبيضطروا ان هم يعملوا على، قصدي في السرفايفرات اللي هم اللي في يعني ناس اللي بتكون مستخبي بس الات بيجري لهم فيطلعوا يجروا، فانا حاسس ان الات ده بقى في مكان معروف اصلا، مكان السير اللي انا استخبيت فيه ده من دلوقتي يعني، مكان بتاع سلم وكده. لك تايم ريمينينج ماشي 3 دقايق، هيقول لك 3 دقايق يبقى فاضي، احنا طبعا نقدر نشوف الات هنا عشان لو جرى حاجة اهو، ده الات طبعا هو بيبدأ ان هو يدور عليهم، وانت بقى ما في زرار انك تمسكه، ما في زرار انك تدوس عليه عشان تمسكهم، لا مجرد انك بس تلمسهم او تقرب منهم هيموتوا على طول لو انت ات يعني. برضو الات بيبقى ليها خاصية، بقى ليها خاصية الجلو والبليس كاملة وحاجات زي كده، فهي زي لعبة خلاويص كده اهو. نزل لنا كمان، نطلع احنا نجري كده اهو، مسك صاحبتي مسك، هنطلع بقى بسرعة، نطلع احنا كده فوق نطلع فوق منه، واذا ده بيجري بسرعة ايه فاهم، وبعدين ننزل بقى نكعبله عشان ما يطلعوش ورانا تاني. في ايه يا عم؟ هو انا يا ابني مش، لا 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 لا، شكله يا جماعة الوضع صعب، يا جماعة الوضع صعب، وضع صعب ماشي. على طول هما كده نبدأ ان احنا بقى نستخدم النطيطة كده، بيبقى فيه يعني ايه النطيطة في الصندوق دي، طبعا انت عايز تستخدمها انك تقول تباطل عليها، بس دي لأ مش هستخدمها عشان دي بتبقى مكشوفة تكشف يعني. طيب اهو بيبدأ ان هو يطلع فوق، واحنا نشوف هو ايه عندنا فين، هل يجي عند الكاوتشات اللي احنا مستخبين فيها دي ولا هيجي فين. نبدأ ان احنا نستخبى جوه، ودي بيجري ورانا هو يا جماعة، هو بيحاول ان هو ينط، بيحاول، انا مستخبي اهو عند الكاوتشات دي، هو ان شاء الله مش هيجيبنا، ان شاء الله مش هيجيبنا، هو طلع لنا، هو طلع مش ماسك غير 2، لا 3 ماسك غير 3، فضل 8 وانا منهم، شكلهم هيبقوا 7، ربنا يبقوا 7. هو بيعد كده اللي هو 11، يبقى 11 يعني في 11 هايدر يعني، السيرفر كله تقريبا 12 زائد الات يعني هيبقوا 12. اجري اجري بسرعة، اجري بسرعة، اجري 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 يا عم، خلينا نستخبى هنا، مش ان شاء الله مش هشوف. يا لهوي، هو كل شوية ده، كل شوية، ثواني ثواني، احنا كده مش هنعرف ننفع. اطلع اطلع يا عم، اطلع اطلع اطلع، يا نهار ده يمسكنا، لا 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 لا، ايه الهبل ده بقى اللي انا عملته ده، واقف لي ده، وحط ايه، وحط ايه ده يا جماعة، يلا يا عم، يلا يا عم اطلع يا عم، يا عم اطلع، يا ايه ده، اه يا جماعة ده حط صمغ،
ده مستني ناجي بقى اللي هو بيقول لي تعالى تعالى. لا يا عم، لا يا عم، والنبي سيبني يا عم، يا عم بالله عليك، قصدي حرفيا بالنبي حرام برضو. اطلع اطلع بس، اطلع فوق. لا خلاص هنجري كده. ايه ده، ايه ده، في ايه جدود؟ ربنا يرحمه. طيب احنا المفروض ان احنا ده تاني جيم مع قطاط يعني في المونتاج عشان ما ياخدش وقت. المهم ما عرفش يمسك حد غيري يعني، والوقت عدى. انا دلوقتي بختار الايد، يا رب اكون انا، يا رب ان شاء الله يطلع انا ان شاء الله. ايه ده، انا فعلا والله العظيم انا كمان. ايه ده، اقسم بالله من تاني جيم ستارتنج جيم. مش ده انا لقيت يا حبيبي، همسكه انا بيني وايز النهارده. انا همسكه في شخصية تانية طبعا، بيبقى اللي هو ايه، بتبقى ليها قوة يعني، بنزل ان هو يحط كانو. بس انا طبعا اللي هو يا جماعة ازاي السي ار دي بتيجي، السي ار دي اللي هي الكوينات من اللي. انا معايا هنا 72 سي ار اللي هي الكريدتس يعني، بتيجي لما انت تقتل حد او انك تلاقي كوينات في الارض تقعد تمسكها، او انت بتعرف زي هايدر لو انت استخبيت منهم كلهم هتعرف تمسكها. يلا تايم ليفت وايت 22 21 20. يلا هنا الله معصبين، نقعد نستنى كده. تمام خلاص طلعنا هنا. بص بقى الجلو هتدوس على بليس عشان تعمله. الجلو هيبقى هنا على يمينك، تدوس هنا على كلو، بعدين لو انت عايز تلغيه تدوس كنسل او بوت. لو هو بالاخضر هتعمل بليس، لو هو بالاحمر مش هينفع انك تعمل بليس. دي شكلها منجلكة دي، خدنا 5 كريت اهو. انتوا شايفين كده يا جماعة على الشمال اهو، بقى 87 كريت. تعالي يا اللي بتتنططي انتي، تعالي والله العظيم شايفك، والله شايفك. للأسف يا جماعة معرفتش ان انا ازوم لكم عليا في المونتاج عشان جاية بتنط بسرعة يعني. تعالي انت فاكراني بلعب معاكي، فاكراني بهزر معايا، نط هنا نط هنا اهو. شوف يا جماعة العملات الصغيرة اللي هي دي ممكن تاخد منها كريت يعني، بدل 92 هتبقى 93 يا رب. بس اهو بقت 93 كريت. نقعد نستخبي في الكاوتشات دي. في هنا كاوتشات اهو، نحاول كده ان احنا نمسك اكبر كم واحدة. مساكة تقريبا 3، مش فاكر والله، بس 2 3 هنمسك وخلاص. ليه حد اكيد تحت، ليه تحت والله يا جماعة صدقوني، ليه تحت صدقوني اهو. بس كده اهو، تعالي تعالي اجري يا بت. كانت راحت تقول لصاحبتها، تقول لها الحاي الحاي ده بجري ورانا يعني. هو المكان ده جديد عليا يعني ولا ايه؟ جديد هو عليا، مش فاهم انا ايه ده. ماشي بص بقى، هنا بقى المكان السري اللي هنا. بص في مكان سري، كنت اصلا بلعب اللعبة دي من 2000 وحاجة، 2016 تقريبا. استخبي هنا يعني ايه المكان ده، بيخليك تعمل زوم تشوف كل حاجة. هو البت بتنطط دي مش عارف صاحبتها كانت ورثت المكان، مش عارف. بس احنا ايه، هنلاقي حد يعني، انك بيخليك تشوف الماب من فوق. طيب والباب ده يفتح يا جماعة ثانية كده، الباب ده بيتفتح. لا مقفول يا جماعة، مقفول مقفول. ماشي نيجي تاني كده، هما عايزين بس نشوف حد اللي هو فوق ولا غير اللي كان بيتنطط ده. لا المكان ده مفهوش ان احنا نستخبى وكده. هل بقى في مكان نخلينا يعني ايه نشوف حد كده من فوق كاميرات يعني؟ هو البان ده هو اللي كان بيعمل كده على ما اظن يعني. نقطع السنة دي كده، يمكن لاي حد في ايه يا عم.
وفين؟ طيب يلا بس مش هنا اي حد، مش خلينا نط. ما هو في حد اهو. تعالى تعالى، بسم الله. ولمسته، لمسته ميت، انا اتشعلقت فيها. 20 دقيقة ده كفاية كده علينا، اظن كفاية علينا كده، يعني مش هعرف تلاقيهم، يعني مش هنعرف يا جماعة. لأ ماشي، لأ خلاص كده كفاية. طبعا وادينا خلاص كده كسبنا الجيم، او مكانش فيه غير 3 بس باين. طب دي كانت مع نهاية الفيديو، ودمتم في امان الله، ومتنسوش يا جماعة تعملوا لايك واشتراك برضو عشان نكمل في المحتوى الجاي ده بتاعنا، محتوى الجيمنج. وشاركوا، شاركوا اللعبة مع اصحابكوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.